السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. استخاره هتكون جميله وهتكون كلها انفراجات، اما استخارتك توقعات استخاره بالقران الكريم لشهر اغسطس شهر 8. اخر الفيديو هنقول الرساله بتاعتك اللي هتكون جميله او الرساله بتاعتك اللي هتطلع لك هنقراها مع بعض ونفسرها، وباذن الله تكون استخاره حلوه وقويه على جميع الاوضاع بتاعتك. برج العقرب، انزل باللايك وانزل بالتعليق، اهم حاجه علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهده، وبفضل ربنا هتلاقي بركه كبيره جدا لايامك كلها. يلا بقى نهدى خالص ونفتح استخارتنا اللي هتكون جميله ونشوف اخبارنا الفتره دي، لان انتوا بالكم مشغول قوي يا برج العقرب بحاجات كتيرة جدا في حياتكم. بسم الله. سورة الأنفال، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب بصوا بقى، الفترة دي انتوا عندكم اكتر من موضوع عمالين تسألوا فيه، عندكم اكتر من حاجة شغلين بالكم بيها جدا، والامور عندكم مش ماشية زي ما انتوا عايزين. عندكم كمان عمل صالح بينكم وما بين حد، العمل الصالح ده هيكون طاقة ايجابية، لان انتوا دايما بتذكروا ربنا، مهما يكون بتفضلوا طول الوقت تذكروا ربنا. عندكم ذرية صالحة، عندكم عمل جديد، عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، الله أعلم. حرفيا حرفيا الفترة دي هيكون في أكتر من تغيير مفاجئ على جميع الأوضاع بتاعتكم، لأن التغيير المفاجئ ده بإذن الله هيجيلكم من بعد التعب اللي أنتوا مريتوا بيه الفترة دي. طيب البعض منكم عنده خروج من مكان وهو مظلوم، او خروج من ارض وهو يعني جايين عليه بالظلم. انتوا قاعدين ومستنيين، قاعدين ومنتظرين اكتر من حاجة، البعض منكم منتظر سفر، البعض منكم منتظر ورق يحصل عليه، الله اعلم. لكن بفضل ربنا هيكون في رزق، والرزق ده هيكون حلو جدا. انتوا دايما سلطانتكم عالية، فان شاء الله باذن الله الحاجة اللي انتوا منتظرينها هتتحقق الفترة اللي جاية، لان انتوا هتمشوا على ارض صلبة. خلاص اللي فات هتقولوا عليه فات ومات، هنبدأ بقى نبص على اللي جاي، نبص على التبشرات الحلوة. اي نعم حاليا الرزق بتاعكم قليل، لكن دايما بتقولوا الحمد لله، ودايما بتحمدوا ربنا على اقل حاجة موجودة في حياتكم. الرزق اللي جاي لكم ده لإما عن طريق سفر، لإما عن طريق مال وورث بقاله مدة. انتم مقدمين على ورق حكومة، مقدمين على حاجة وليها فترة عاطلة. كمان انتوا لازم، انتوا عليكم حسد شديد، والحسد الشديد ده لازم تتطهروا منه، لان في جزء من الشيطان مسيطر عليكم، وعشان كده اغلب الوقت رجليكم بتوجعكم، اغلب الوقت عندكم شوية تعب جسدي. بس دايما عندكم حكمة في حياتكم، العصبية الزايدة بتوقعكم في مشاكل. اي نعم قلبكم طيب ودايما بتفعلوا الخير واذكياء جدا، لكن العصبية بتخرجكم عن شعوركم، فبالتالي بتزعلوا جدا على اللي انتوا فيه. اغلب الناس عندكم مش حاسين بيكم، اغلب الناس عندكم بياكلوا فيكم، وانتوا من كتر طيبة قلبكم مديهم الامان، مديهم الحب، مديهم الاحتواء، الله اعلم. لكن خلوا بالكم من السرقة اللي دايرة في حياتكم بسبب اتنين، في يعني البعض منكم اغرب الناس ليكم اللي هي اخت، اللي هي اب، ام، الله اعلم، يعني حد من الدم ولحم، كانوا عاملين مؤامرة عليكم، كانوا اكلين من مالكم، اكلين من حقكم، وبالفعل عرفوا يطعنوكم، ولكن ربنا باذن الله هينجيكم من حيث لا تحتسب، لان انتوا خلاص خلاص يعني زهقتوا، خلاص يعني خلاص الدنيا بدات تتلخبط معاكم، الدنيا بدات تحصل فيها شويه امور مختلفه، الله اعلم. لكن الفتره اللي جايه اعصابكم هتكون هاديه خالص، هدوء تام، لان باذن الله انتوا ما بتشتكوش غير للرب، ما بتشتكوش للعبد،
وعشان كده هيكون في تبشرات جميلة جدا. وزي ما قلت ان في ناس بتتأمر عليكم، في ناس مش حابالكم الخير، في ناس عايزه تاخد المكانه، تاخد السلطه، تاخد الحاجه اللي انتوا فيها، لكن انتوا مش قلقانين خالص، لان كل خطوه بتخطوها لقدام وانتوا حاسبين لها اشد الحسب. طيب البعض منكم حصل عنده فتنه، لإما فتنه من الشريك، لإما فتنه من شخص قريب ليكم، حصل شويه لخبطه في العاطفه، حصل طعنه، حصل غدره، حصل ظلم، الله اعلم. لكن خاصه الفتره دي انتم معرضين للطاقه الايجابيه، لان خلاص ما بقيتوش ترموا ودنكم زي الاول، لان انتم فعلا حرفيا تعبتوا، رميتوا حاجات كتيرة جدا من حياتكم، رميتوا اكتر من حاجة من ورا ظهركم، وبدأتوا تبصوا للحاجة اللي عندكم بشكل مختلف. فلو قلبكم اتكسر بإذن الله هيكون في حد هيمدلكم ايده وهيساعدكم. خلال فترة معينة هتكتشفوا فتنة، والفتنة دي انتوا مش هتدخلوا فيها، لاني هتعرفوا ان الشخص اللي فتان ده من المقربين ليكم، لكن في حد عندكم كاذب كذبه، والكذبه دي مصدقها ومش عارفين ايه سبب البصمه اللي عندكم، او انتوا عندكم بصمه في حياتكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم استجابه حلوه جدا، او دعاء انتوا دايما بتدعوا بيه ربنا، الله اعلم. القلب عندكم فيه حب، فيه حنان، فيه اشتياق، فيه لهفه، في حاجات كتيرة جدا انتوا مستنيين تحسوا بيها او مستنيين تتغيروا. عندكم حد من برج الاسد، حد من ابراج، هوائية، برج الجوزاء، برج الميزان، برج الدلو، عندكم حد من الابراج اللي هي متقلبة المزاج، انتوا اتطعنتوا منهم او اتطعنتوا من اقرب الناس لكم. كمان انتوا هنا في حاجة مخطوفة، او في نظراتكم مخطوفة، قلبكم مخطوف، في حاجة يعني في حاجة ضايعة منكم، الله اعلم. لكن رزقكم قريب جدا، لان الرزق انتوا دايما يعني بتسيطروا عليه، اذكياءكم بتخليكم تفكروا صح. عايزاكم كمان تخلوا بالكم على اولادكم، تخلوا بالكم على مالكم، تخلوا بالكم على اللي فاتكم، وما تضيعهوش زي كل مره بتضيعوا اللي انتوا فيه. كمان خلال الفتره اللي جايه دي هيكون في طاقات فرج وطاقات حب جديده على جميع الاوضاع بتاعتكم. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا هيبقى في تحيات في حياتكم جميله جدا، لان انتوا يعني هتبداوا تطلعوا من اللي انتوا فيه، وهتبداوا تطلعوا تشوفوا ايه اللي بيحصل معاكم. عندكم اكتر من حاجه بتحصل معاكم، والحاجات اللي بتحصل معاكم دي يعني بتستغفروا ربنا عليها، الله اعلم هي ايه، لكن انتوا عندكم شويه حقد وغل حد اتجاهكم ومش عارفين ايه السبب. الصحه عندكم هتبدا تتحسن، انتوا بتعملوا فحوصات، عندكم اخبار، الله اعلم. الصحه عندكم هتبدا تتحسن الفتره دي، مش عايزاكم تبذروا خالص، عايزاكم تهدوا، عايزاكم اعصابكم تكون هاديه، اهدوا من العذاب اللي انتوا فيه. انتوا عندكم تغيير، والتغيير ده هيكون بفضل ربنا، طاقه ايجابيه، فرج من عند ربنا. بينكم ما بين شخصين بلوكات، بينكم ما بين شخصين كلام مش عارفين تبداوا ازاي، او انتوا قفلتوا ببان الشخص اللي ممكن يرجع لكم ده، لان انتوا داخلين لعمليه تغيير، وهتشكروا ربنا الشكر اللي عندكم، هتشكروا ربنا على الحال المادي، لان رزقكم بين ايدكم وانتوا مش ناويين تضيعوه تاني زي الاول. فاهدوا بقى خالص الفترة دي، ودايما كونوا حراسيين جدا. انتوا حاسين ان انتوا في زمن الكذب، حاسين ان في زمن النفاق، زمن الحقد، زمن الظلم على الناس اللي يعني الناس اللي بتحقد عليكم او بتحقد في حياتكم. فبتقولوا الوحدة اهم حاجة، يعني الوحدة عندنا اهم من حاجات كتيرة جدا في
حياتنا أهم من ناس كتيرة جدا. بقيتوا قرفانين من الناس اللي في حياتكم، بقيتوا كده مش عارفين تعملوا ايه، مش عارفين يعني تتعاملوا ازاي، فبالتالي بقيتوا تفكروا في البعد، تفكروا في تمشوا بعيد عن الشخص اللي موجود في حياتكم. دايما اقول لكم ان انتوا عندكم واحدة بومة، حرفيا البومة دي بترمي عليكم عذاب، بترمي عليكم حجارة، بترمي عليكم ظلم. حاليا هي البومة دي سبب النغزات اللي بتجيلكم في حياتكم وألم الشريك ليكم. خدوا بالكم من نفسكم ودايما حصنوا نفسكم، لأن انتوا بإذن الله بإذن الله هيتقلب السحر على الساحر، وهتكونوا في قمة الطاقة وفي قمة الازدهار إن شاء الله بإذن الله، لأن انتوا عندكم كارت حظ، عندكم حظ حلو جدا هيلعب دور معاكم جميل الفترة اللي جاية. انتوا ما تعرفوش ايه اللي مستخبي، لكن في طريق حلو، الطريق ده هيكون وراه مواجهة، هيكون وراه طريق هيتفتح قدامكم، الطريق ده هيكون مستقبل جميل ومستقبل كله ازدهار وكله ثقة بالنفس. ربنا بإذن الله مخبلكم الخير، بس مخبلكم الانفراجات الحلوة، مخبلكم الطاقات الإيجابية اللي هتفعلوها الفترة اللي جاية، فالنصر اللي عندكم دي هتشكروا زي ما قلت عليها ربنا، لأن بفضل ربنا انتوا زي ما قلت لكم من البداية ان انتوا هتلعبوا أدوار كتيرة جدا مختلفة. كمان انتوا بلاش العند الفترة دي، العند بلاش منه خالص، استحلوا بالهدوء شوية، لأن العند بتزعلوا جدا من العند انتوا اللي في حياتكم، لأن العند مسبب لكم ضغوط، مسبب لكم أوجاع، مسبب لكم شوية عراكيل وانتوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل الفترة دي. طيب الفترة دي كمان من اكتر الفترات اللي انتوا عايشين ومش عايشين، يعني بمعنى الفترة دي انتوا عندكم تفاصيل امور مش واضحة لكم، عندكم ورقة مش عارفين تقروها او مش عارفين بمعنى اصح تفهموها، او انتوا مع شخص مش فاهمين هو عايز منكم ايه، او انتوا الامور مش واضحة قدامكم، عشان كده انتوا بتعانوا من بعض الخلافات بينكم، من بعض الكلام بينكم، من بعض الحاجات اللي انتوا مش فاهمينها. لكن بفضل ربنا الحمل اللي انتوا شايلينه وساكتين عليه ومش قادرين تعبروا عنه بسبب ان انتوا بتحبوا الشخص اللي قدامكم من كل قلبكم، ده هو نفس السبب اللي مخليكم داخلين في العزلة، داخلين في اغلاق بابكم على نفسكم ومش عايزين تتكلموا مع حد. لكن انتوا هتحاولوا تخرجوا من اللي انتوا فيه، لان انتوا هتكتشفوا حاجات او هتكتشفوا امور انتوا معرضين لها ظلم، متعرض لها بالعافية، وانتوا ما بتحبوش العافية في اي حاجة. فان شاء الله باذن الله خلال كام يوم هينحل المشكلة اللي عندكم وهتنكشفوا، او هيكون عندكم امور مستخبية هتتكشف قدامكم، لان هنا انتوا هتكونوا حرصيين جدا. طيب البعض منكم عايزكم تحذروا من تغيير عتبة، تغيير مكان بسبب واحدة ست، اوعوا تستسلموا، حاولوا ان انتوا دايما تتجنبوا كل الخلافات الفترة دي لانها فترة مؤقتة، وبعد كده الانفراجات هتكون واضحة قدامكم، وزي ما قلت من البداية ان هيكون عندكم فتحة خير او طريقة هتكون فيه خير ليكم. طيب في حد معجب بكم، حد عايز يكلمكم، حد عايز يفتح معاكم مواضيع، وانتوا الحد ده مش مرتاحله او مش مقتنعين بيه او مش فاهمين هو بيعمل كده ليه، فبالتالي انتوا عايزين تقفلوا كل البيبان دي. وزي ما قلت ان انتوا الفترة دي بتعانوا من الحسد الشديد. طيب عندكم الست اللي هي برضو البومة مركزة معاكم جدا الست دي ومش سايباكم، وعشان كده الفترة اللي جاية هيبقى فيه انفصال بينكم وما بينها، او انفصال او انتوا عارفينها وهتبعدوا عنها، او هيبقى فيه امور مستجدة بإذن الله.
طيب البعض منكم هنا عايزاكم ما تدخلوش حد في حياتكم، لان انتوا اغلب الوقت عندكم منامات مزعجة، اغلب الوقت عندكم امور مزعجة، اغلب الوقت عندكم كلام مزعج، الله اعلم. عشان كده الفترة دي بإذن الله بإذن الله هتكون عندكم حرصا تاما على جميع الأوضاع بتاعتكم. في غلطة، والغلطة دي انتوا غلطوها من فترة ومش ناويين تغلطوها تاني، او مش ناويين بمعنى الصح ان انتوا تدخلوا في الموضوع ده او في الغلطة دي، لانه حصل عندكم ضيق في الصدر، حصل عندكم فشل في اكتر من حاجة، وعشان كده قررتوا ان انتوا تبعدوا عن اي حد بيزعج فيكم، او بمعنى صح عن اي حد كان في يوم من الايام سبب الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها دي. في كمان رفض، انتوا رافضين حد او في حد عايز يكلمكم وانتوا رافضين الموضوع ده، حد تاني، حد تاني عايز يفتح معاكم حاجة وانتوا أقلمتوا الوضع ان انتوا ترفضوا. في شراء ذهب، انتوا صبرتوا وحان الوقت ان ربنا يكرمكم. عندكم اشارتين، الاشارتين دول هيكونوا علامة جديدة لحياتكم، او هيكونوا من بعد التعب اللي انتوا تعبتوه في حياتكم، هيكون مجهود عظيم هتبذلوه لكن هتنجحوا. انتوا فشلتوا في حاجة وحان الوقت ان ربنا يجبر بخاطركم، حان الوقت ان انتوا ما تخافوش من اي حاجة، حان الوقت ان تشوفوا ربنا كاتب لكم ايه وايه التبشرات اللي عندكم او ايه الحاجة اللي انتوا مستنيينها. المشاكل دايما فترة مؤقتة، فعندكم خروج طرف ثالث من حياتكم او دخول لعلاقة جديدة بإذن الله. دايما يظهر لكم حرف الام، حرف الام ده بينكم ما بينه مشاكل او بينكم ما بينه نفور، او هو ده حرف الام الحبيب. الامور عندكم متلخبطه، ولا انتوا فاهمينه ولا هو فاهمكم، وفي كذبه ما بينكم وما بينه، او في طرف تاني بيتدخل. فدايما اقول خلوا بالكم من اي حد بيتعامل معاكم بغرور. السفر اللي عندكم ده مفتوح لكن عندكم حيره، الحيره مخلياكم مش عارفين تكملوا السفر ولا ترجعوا منه، الحيرة مخلياكم ترجعوا من اللي انتوا فيه او تكملوه. فدايما اقول يا ريت طول ما اعصابكم هادية، طول ما انتوا هتكونوا واقفين على الارض الصلبة، الارض الصلبة اللي انتوا فيها دي مش هتجيلكم عن طريق والسلام، هتجيلكم من بعد مجهود ومن بعد تعب في حياتكم. تعبتوا كتير، اتألمتوا كتير، اتخذلتوا كتير من ناس كتيرة جدا، ففضل ربنا سبحان الله وتعالى حياتكم الفترة دي هيكون فيها ازدهار بكمة الخروج من المحنة اللي انتم مريتوا فيه. وزي ما انا اقول لكم، طول ما انتم حريصين على كل حاجة في حياتكم، طول ما انتوا ربنا هتلاقيه كرمكم من حيث لا تحتسب. انتوا عندكم دعوة مستجابة الفترة دي، والدعوة المستجابة مفتوحة قدامكم. طيب البعض منكم عنده كسر في الجسم، كسر في ايده، كسر في رجله، الله اعلم، او كسر في القلب. انتوا عندكم كسر في حياتكم، والكسر ده مسبب لكم وجع بشكل كبير جدا، او وجع في اكتر من حاجة. طيب بسم الله، هنا ما شاء الله عليكم، انتوا عندكم يعني خروج حد من الابراج النارية، عندكم برج القوس، يعني برج القوس بينكم مشاكل او دايما في مشاكل بينكم ما بين برج القوس، انتوا مش فاهمين برج القوس، او في حب انتوا مش عارفين تفسروه، يعني انتوا قررتوا ان انتوا تنفصلوا
قررتوا ان انتوا تبعدوا عن ناس كتيرة بتحبكم بسبب ان انتوا مش شايفين حب حد قدامكم او مش شايفين ايه الامور اللي عندكم، وده اكبر غلط انتوا بتعملوه الفترة دي، ان انتوا ما تشوفوش الحب اللي حواليكم. ده غلط، انتوا كده هتتعبوا نفسيا، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا عندكم. طيب عندكم وقف حال في الشغل من كل الاتجاهات، وده سببه العيل، مفيش حاجة تاني، هو سببه العيل وسببه أقرب الناس ليكم. فانتوا هنا عايزين تدخلوا المحكمة، عايزين ترفعوا قضية فيه على حاجة في حياتكم، لإما على حقكم اللي ضايع، لإما على حاجة انتوا يعني ضايعة منكم الله أعلم. فياريت تهدوا اللعب شوية مع حرف الام، لاني يعني انتوا تعبتوا ومش قادرين تستحملوا، فان شاء الله بإذن الله بفضل ربنا التفسير اللي عندكم من بعد الصبر، فبشر الصابرين اذا صبروا. فانتوا عندكم تبشرات حلوة في الدنيا، لاني بإذن الله هيكون في عرض، والعرض ده هيغريكم عن حاجات كتيرة جدا. فتخيريت كمان هنا تقعدوا ساكتين شوية عن حاجة انتوا عايزين تتكلموا عنها، انتوا من كتر الطيبة اللي عندكم مش عارفين تعملوا ايه. فان شاء الله بإذن الله في طاقة فراغ، في حد بيتجسس عليك، حد بيتجسس عليكم وبيعرف اخباركم وعايز عايز يعني يفتح معاكم باب، او في حد عايز يطلب منكم السماح، او انتوا ظالمين حد وعايزين تطلبوا منه السماح، الله اعلم. في حد هنا في يعني في ظلم، او في حد في صلح، يعني على قد ما في ظلم بس في صلح، الصلح ده في حد مشتاق لكم، في حد عايزكم تتكلموا، في حد بيبكي عليكم وانتوا في ظلم، مش عارفين تعملوا ايه، مش عارفين تفسروا الدنيا ازاي معاكم، مش عارفين تواجهوا البعد اللي ما بينكم، وعامل لكم انفصال بطريقة رهيبة الله اعلم. فبإذن الله لو انتوا هديتوا شوية وهديتوا اعصابكم، كل الامور اللي عندكم وملخبطة حياتكم دي هيكون في استقرار. البعض منكم عنده زواج وعنده استقرار عاطفي، لان حياتهم العاطفية حصل فيها شوية لخبطة وحصل فيها شوية مشاكل. انتوا في حب من الماضي بتحنوا له، او في حب انتوا مستنين الله اعلم. طيب البعض منكم عنده عدم خلفة، البعض منكم عنده مشاكل في الرحم، البعض منكم مستني اطفال الله اعلم، عندكم مشاكل في الرحم، والبعض منكم لإما يكون عنده هجرة لإما يكون عنده كاتب كتاب. فطبعا القراءة تنطبق على ما تنطبقش عليكم كلها، تنطبق على ناس معينة، كل واحد ياخد الجزء اللي يهمه من القراءة بتاعتنا النهاردة. فانتوا زي ما قلت لإما هجرة لإما كاتب كتاب لإما في إن شاء الله بإذن الله فحوصات على رحم، فحوصات على مشاكل نسائية، فبإذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. كمان انتوا البعض منكم ناوي يمشي، البعض منكم عايز يبعد، في بعد أو في مشيان، انتوا هنا يعني في أمور مشدودين لها أكتر، في حاجة بينكم وبين حد مستنيين إرادة ربنا الله أعلم، يعني انتوا في أكتر من حاجة مستنيينها، يعني تفعلوا فيها أكتر من حاجة. طيب انتوا البعض منكم عنده حكمة، البعض منكم مرتاح في أرض بيته، لكن في حية عمالة تبخ سم، ودي عايزة تفسد، هي فتانة بتفتن أشد الفتنة على الناس اللي في حياتكم، فخدوا بالكم من نفسكم وكونوا حريصين على كل كلمة بتطلع من حياتكم. انتوا يعني في مكسب، المكسب ده هيجيلكم من ربح،
هيجيلكم من مشروع هيكبر، هيجيلكم من طاقة فراغ، الله أعلم. حرفيا حرفيا الوقت انتوا بتلعبوا في الوقت بتاعكم، مش الوقت الضايع خالص. يا ريت الأسبوع ده تستغلوه، علشان الأسبوع ده مجرد ما هيبدأ معاكم هيكون فيه انفراجات حلوة وفيه تغيرات إيجابية، فالفرج قدامكم مفتوح واللعب على الطرفين أو على المواضيع بتاعتكم. فبإذن الله هيكون عندكم أمور مستجدة، الصحة هتبدأ تتحسن، والعاطفة هتلعب دور كبير جدا مع شخص هيتقدم أو شخص هيبقى فيه حرب إن هو ياخدكم. انتوا عندكم طاقات فرج وتغيرات إيجابية. وكده تكون استخارتنا خلصت لمواليد برج الحمل. رايحين فين؟ استنوا بقى نشوف الرسالة بتاعتكم اللي هتكون كلها طاقة إيجابية وكلها استقرار نفسي. ونقول بسم الله ونفتح رسالتكم، بس يلا انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب بصوا بقى، احنا هناخد الورقة دي. طيب بصوا الرسالة بتاعتكم: لا تقلق، الغيب في طريق إليك، سيعوضك الله صبرك وتحسين في عملك، وسوف تنول كل ما كنت تتمنى. طب ايه رأيك بقى في الرسالة دي؟ احنا هنسكت؟ ما نسكتش طبعا. ناخد ورقة تانية، وناخد الورقة دي اهي طايرة لوحدها، ونشوفها. طيب بسم الله ما شاء الله عليكم. لا تيأس من أي حاجة تأخرت ولا تهتم، فالله معك. راحة البال والحب والمال وكل شيء هيكون على ما يرام. ايه رأيكم بقى؟ قولولي بقى القراءة بتاعتكم النهاردة تستاهل منكم ايه، وايه يعني ايه استخارتكم الفترة دي، او ايه الطاقة بتاعتكم. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، واتمنى لكم الفرحة الدايمة على وشكم باذن الله. بفضل ربنا استخارتكم دايما هتكون متألقة، وانتظروا مني اخبار وطاقات وانفراجات كتيرة جدا الفترة اللي جاية.